كتبدأ القصة في واحد من أكبر المزادات ديال السيارات النادرة. بقاو كيعرضوا طوموبيل مورا طوموبيل حتى وصلوا لواحد البوغاتي وغيبان بلي كلشي باغي يشريها. بداو المزايدة من 20 مليون دولار وبقاو طالعين 25 30 مليون 31 مليون، وكل ما طلع الثمن غنلاحظوا التوتر في وجه هاد اللوين وغيبان فيه بلي ما باغيش يتزاقر حتى يديها. وصل واحد متصل في التليفون 40 مليون دولار. الناس كيشريو طوموبيل سوي 40 مليار غير من التليفون. انتي كتدوري 60 محل على سبرديله ب 4000 وفي التالي كتشري تقاشر وترجعي للدار. المهم بدا المسؤول على المزاد كيقول ديك 40 واحد 40 جوج ويلا غيقول ثلاثه، قال لي اللوين 41 مليون دولار. الاموال تترعرع كيزيد مليون دولار بحال الا زاد درهم. من بعد 41 مليون اللي عطى اللوين حتى واحد ما قدر يزيد. بهادشي خد الطوموبيل، نخليو اللوين يشارجي طوموبيلته في الكاميولا يوصلها لي للدار، ونمشيو عند واحد جوج خوت عاصرين في واحد الجسر. هذا اندرو وهذا خو الصغير جريت، وهما كيدي ويجيبو في الهضره غنعرفو بلي اندرو كعيله جريت بسبب شي بلان وقع مع واحد البنت على طوموبيل. وهما مازال كيهضروا في هادشي غنشوفو اللوين دايز من تحت الجسر بالكاميو اللي مشارجي فيه ديك البوغاتي. اندرو مع ضرب عليه عطا خوه الاشاره تحرك، ربط هو رجلو بواحد الحبل ومع وصل الكاميو تحت الجسر نقز فوق. الشيفور حس بيه بقى تيلعب في الطريق وهو يتلاح، كان غيجيبها في الارض من زهر وصل خوه في الوقت المناسب. عاونو يعاود يطلع فوق الكاميو وكسر قدام الشيفور باش يوقف. الشيفور نيجا قدامو قريت بالطوموبيل بغى يحبس وهو يحط عليه اللوين سلاح. هنا ما بقى عنده حتى شي حل غير انه يدخل في قريت، وبالفعل داكشي اللي دار. قريت شافو ما غاديش يحبس دور الطوموبيل يفرانيه بيها. اللوين في هاد اللحظه فهم بلي غالبا باغي يسرقوا الطوموبيل، بدا كيطير في قريت. ما جات فيه حتى شي قرطاسه وهو كيعاود يعمر سلاخر صاحبنا من الطوموبيل طلع الكاميو. امر اللوين الشوفير يوقف ما بغاش يشد ليه الفران وغيكون قريت قطعو مشى عند خوه اندرو. حلوا الباب ديال الكاميو دخلوا لديك البوغاتي ديما راوها وعفا. هي اللوين ما يتيري ما جات فيهم حتى قرطاسه، واكثر من هادشي تقلب به الكاميو والشيفور. خداو صحابنا الطوموبيل خبعوها في شي بلاصه مامنه، وفي الليل غنشوفوهم في واحد البارتي وهما ضاحكين ناشطين. غنشوف وحده سميتها ستيفاني قاصداهم ونقولوها جميع قنبوله. عاود ما سمعتش مزيان، وقنبوله مع وصلات جبدتها مع اندرو بواحد المسمنه، وغنعرفوا بلي كانت باغي تمشي معاهم يسرقوا الطوموبيل، ولكن سلتوا عليها في اخر لحظه. طلب منها اندرو السماحه موراها ضحكوا ونشطوا. والنهار الاخر نشوفوا اخو كيبيعوا الطوموبيل لشي مافيوزي سميتو باناي. شاف باناي الطوموبيل قلبها، ولكن ملي جات الوقيته ديال الخلاص قال لهم ما بغيتهاش مسروقه، وغيبان فحال باغي يغمق عليهم. امر الرجال ديالو يشدوهم، ولكن حتى صحابنا كان عندهم ما يقولوا. كبتوها مع الرجال ديال باناي، سلخوا بزاف منهم، ولكن في التالي جاو في اندرو غيبو خو قريت ويلا غيديهم من تما. دخل داك اللوين اللي سرقوا ليه الطوموبيل، باناي شافو برد ليه الما في ركابي، بدا كيهدنو كيقول ليه ما كانش عارف الطوموبيل ديالو، وغيبان بلي هاد اللوين حتى هو شي مافيوزي كبر منه. ملي فاقوا صحابنا لقاو راسهم قدام واحد سميتو موريو، رجل اعمال كبير، وداك اللوين واحد من الرجال ديالو. صحابنا شافو هز عليهم السلاح قالوا هادي التاليه ليهم، ولكن من اللحظه اللي عراو ليهم راسهم وهو كيعاود ليهم الحياه على كيفاش بنى الثروه ديالو. في الاخير قال لهم بلي بجمع الاشياء الاثريه امر الرجال ديالو فكوهم وخداهم معاه يوريهم شي حاجه. قصدوا نيشان واحد الكراج، فتح الباب دخلوا تما غيصدمهم بمجموعه كبيره ديال السيارات. ارخص وحده فيهم كانت تساوي 20 مليون دولار، ومن بينهم كانت حتى ديك اللي سرقوا المساعد ديالو هو جايبها من المزاد. صحابنا كانوا حتى هما مولوعين بالسيارات وكيعرفوا عليهم بزاف. قال لهم موريو تمنيت كون تلاقينا في شي موقف اخر، ولكن مادام حاولتوا تسرقوني فما غاديش تخرجوا من هنا. موراها نيش فيهم عياو صحابنا يطلبوه، قالوا لي ما حسبش لهم الطوموبيل ديالو، ولكن والو. عمر صاحبنا السلاح ويلا غيتيري، قال لي اندرو على واحد سميتو كليمب هو يوقف. سولوش كيعرف عليه، ديك الساعه بدا اندرو كيعاود لي هاد كليمب زاد في عائله لاباس عليها. في صغره كان مضعبان ما كيدير حتى شي حاجه من غير اللعب، ولكن مع وصل ديك 15 عام فحيله زيتي ولد وحط يجي واحد اخر. كاع ديك التكليخه ديال الصغر ولا الذكاء، تخرج هو الاول في الدفعه ديالو موراه تسلم الاعمال ديال عائلته، وبفضل الذكاء العالي اللي عنده قدر يزيد بهم لقدام. وكهديه لي على الانجازات اللي حقق عطاه با فيراري هديه. ملي عاود اندرو هادشي لموريو قال ليه بلي ناوي يسرقها، وعرضوا عليه يعطيو حصه في المقابل ينسى الخلاف اللي بيناتهم. من زهرهم غيكون موريو تيكره هاد كليمب حيت خدا ليه بزاف ديال الصفقات، وبالزربه غيوافق على العرض ديالهم. عطاهم سيمانه ينفذوا السرقه، وخلى الرجال ديالو خرجهم من تما لاحوهم في البحر. هادشي غاسمح ليهم لاحوهم في البحر، كون ما سمحش ليهم علم الله. صحابنا كانوا متوترين حيت عمرهم داروا شي عمليه في اسبوع. وسط هادشي جبد اندرو خاتم وغنعرفوا بلي ناوي يتزوج ستيفاني، ولكن خوه كان رافض زواجه حيت الا تزوج غيبعد على هاد العالم ويخليه بوحده. حاول يقنعو ياجل الزواج شويه ويكملوا في هادشي، ولكن صاحبنا كان ناوي بالاخر صفقه غيديرها هي هادي. مع رجعوا للدار جبدات ستيفاني مع اندرو بواحد المسمنه حيت ما كيجاوبش على التليفون، وغيبان بلي خافت عليهم بزاف. عاود ليها اندرو البلان وطلب منها السماحه. ستيفاني مع سمعات بلي عندهم سيمانه يسرقوا فيراري وخاصهم تيم، اقترحات عليهم شي صاحبتها سميتها ديفن، والنهار الاخر نشوفهم غادي يتلاقاوها. هاد ديفن كانت عندها واحد خفه اليد ماشي عاديه، مع
كتسلم على بنادم هق مشى اي حاجه في جيبه في شكارته غير ينساها. سلمات عليهم تعرفوا عاودوا لها لافير. موراه خذتهم عند واحد المبطبط اختصاصي في التفجير وصنع القنابل. تعرفوا عليه حتى هو وراهم داكشي اللي كيدير. واخا كانت كتبان فيهم ضعبل شويه قبلوا اندرو في التيم حيت ما عندهمش بزاف ديال الوقت. ديفن من اللحظه اللي دخلت للتيم وهي كتحاول تقرب من جريت ولكن صاحبنا كان ديما كيصدها وكيحاول يخليها بعيده عليه. سولات صاحبتها ستيفان علاش كيتصرف فحال هكا بدات كتعاود ليها وهنعرفوا بلي كان دخل في علاقه مع وحده كانت معاهم في التيم وفسروا السرقه ديال واحد الفيراري غفلات وسرقاتها ليهم وخبرات. صافي من ديك الساعه قرر ما يبقاش يدير علاقات مع البنات اللي معاهم في التيم. دوزوا ديك الليله بالضحك والنشاط باش يحيدوا الستريس. والنهار الاخر تلاقاو اربع اخرين جابتهم ديفن يعاونهم في السرقه وهما كيتفاهموا معاهم في واحد الريستو. غنشوفوا جوج ديال الرجال مراقبينهم. سالا الاجتماع رجعوا صحابنا للدار. تما لقاو واحد كيتسناهم اندرو مع شافوه زعصا ديال البيسبول وقصد حبه وحتى كان غيجبدها معاه وهو يقول لي بلي سميتو لورنت وصيفطوا ولد عمو موريو باش يعاونهم. صاحبنا سمع راه ولد عمو موريو هو يوقف سولو فاش غيعاونهم. قال لي كيعرف شي وحدين خدامين مع كليمب وبالمساعده ديالو ما يقدر يدخلهم لدارو. مور هذا الشيء خدام عند كوليد لما ديال كليمب قدمهم ليه على اساس سائقين تيقلبوا على خدمه. كون بالفعل كان محتاج لسائقين بحكم هو المسؤول على السيارات ديال كليمب ولكن قبل ما يقبلهم يخدموا معاه خدام لواحد المطار يجربهم. تما بدا قريت كيستعرض المهارات ديالو بقى دور من هنا دور من ليك يدريفتي كون عجبو السوقان ديالو ولكن بالنسبه لي هذا الشيء ما كانش كافي. دور وجوبات لواحد الطياره كتوجد باش تقلع. قال لهم الا وقفتوها غتكونوا تقبلتوا تخدموا مع كليم. هاد البلان كان تيبان مستحيل ولكن ما عندهمش حل اخر من غير انهم يجربوا. علم اندرو خوه بهاد الشيء وديك ساعه عطوا في اتجاه الطياره. ما دخلوا للمدرج تبعوهم السيكوريتي. هنا اندرو تكلف بانه يلاهيهم وخو قصد الطياره يوقفها. بقى اندرو كيدور تما هما تابعينه وكل مره كيقلب واحد حتى تهنى منهم كاملين. والطياره كتقلع فتح قريت السقف وقصد نيشان المحرك ديالها جابوا مع عبار فرقعوا. بسبب الانفجار ديال المحرك ما قدراتش الطياره تقلع. بهاد الشيء نجحوا في الاختبار والنهار الاخر نشوفوا كون تعرفهم على كليم بصفتهم السائقين. واللي ما عرفش كليمب المساعد ديالو هو انهم داروا هادشي كامل غير باش يدخلوا لدارو ويحاولوا يلقاو شي طريقه يسرقوا بها الطوموبيلات. تعرف عليهم كليمب قال لهم بلي عاود لي عليهم المساعد ديالو وغيبان بلي غادي يخدمهم معاه وهما خارجين من تما. قال لي لورنت سمع بزاف على المجموعه ديال السيارات اللي عنده وما كراش يشوفهم. لورنت سمع هادشي دار فيه وغيبان بلي عارف ولد عم المنافس ديالو موريو. سولو علاش خلى ولد عمو جا عنده. قال لي بلي ديجا مشى عنده ولكن هانو جرى عليه قدام المساعدين ديالو. كليم سمع هادشي عجبو الحال حيت اكثر واحد ممكن ياخذ من عنده معلومات على موريو هو هاد ولد عمو. رحب به قال لي بلي غادي يعاملو مزيان موراه دخلهم يشوفوا المجموعه ديالو. ذاك الكراج كان عامر بالعودان وكل العود تما القليله سوى 31 مليون دولار ومن بينهم كانت حتى الفيراري اللي باغيين يسرقوا. هاد الكراج ما كتدخل ليه كيخدم الانذار وكليم كيدخل الكود باش يوقفو. ضرب عليه اندرو في المرايا خلاهم داروا شويه تما شافوا الطوموبيلات موراه خرجهم وسد الباب. في الطريق للدار كتب اندرو الكود في واحد العلبه ديال الوقيد وعطاها لستيفاني قالها تخليها عندها. وصلوا صحابنا للدار دخلوا تما لقاو جوج محققين من الانتربول كيتسناوهم ومن وجههم غنعرفوا بلي هما اللي كانوا مراقبينهم داك النهار في المطعم. سولوهم اش كيديروا هنا قالوا لهم جاو حيت مشتبه بهم في السرقه ديال شي طوموبيلات. موراها بقاو تيسولوهم شي اسئله ومن اللي ما قدروا يجبدوا منهم حتى شي حاجه تحركوا في حالهم. اندرو من بعد ما دخلوا الانتربول في البلان في حيله بدا كيتخلع وفكر في انه يتخلع على هادشي ويهرب ولكن بقى خوتي يشجعو وقدر يقنعو يكملوا هادشي. في العشيه ديال نفس النهار وستيفاني مسرك لها في واحد السوق وقف عليها اللوين حط عليها موس وهو غادي بها زاد واحد التفاحه. مول التفاح شاف هادشي بدا كيغوت اللوين دار يشوف شنو واقع. هنا استغلت ستيفاني الفرصه جات فيه الرجل طيحاته وحلقات. بقات هي هاربه وتابعها وحتى قرب يوصل ليها وهي تنقص في واحد الكروسه وحتى قالت صافي فلتات هزات راسها لقات واحد اخر معاه واقف عليها. في الجهه الاخرى وصحابنا مسركلين خرجوا في واحد الجوج ما ضرب عليهم اندرو قال لخو الرجال ديال باناي وعفات بقاو هما علاقين. دوك الرجال تابعينهم كيتيريو وغيبان بلي لا شدوهم راه ان لله ودي هاد احمد. نزلوا من واحد الدروج نزلوا موراهم خرجوا للشارع خرجوا موراهم واحد اللحظه تفرقوا ليهم حتى هما كل واحد تبع واحد. قريت قصد الميناء ديال الباطوات واندرو خرج للشارع الكبير. تما بدا كيتخول من الموتور كيتلفو حتى لهاد اللحظه خوالي وخلى جمع واحد الطوموبيل تشتت. في الجهه الاخرى قريت شاف راسو تحاصر نقز في البحر ولكن داك الصاد ما كانش ناوي يتزاقل معاه وهو كيتيري فيه وتيحاول يقتلو تحت الماء. جري اندرو من اللورجه فحبو غيبو. من بعد هادشي اللي داز عليهم رجعوا للدار عيانين وباغيين غير ينعسوا ولكن ما حلوا الباب ودخلوا صدموا بديفن كتقول لهم موريو خطف ستيفاني. صحابنا ما فكروا جوج ديال المرات وديك الساعه قصدوا القصر ديال موريو وهما داخلين حاول اللوين يوقفوا جا في اندرو طيحو ويلا غيجي حتى في موريو جبد السلاح نيش فيه وغيبان بلي لا دارها ولا غيصفيها ليه. سولو علاش خطفها دخلهم البلاصه اللي حابسها فيها. تما غنشوفوهم كتفها حاط لها رويده ديال الطوموبيل فوق وجهها وغنعرفوا بلي سمعهم لورنت فاش كانوا تيهضروا على البان ديال يسمحوا في هادشي ويهربوا. مشى قالها لموريو وديك الساعه موريو خطفها باش تكون عنده شي حاجه يضغط عليهم بها. صاحبنا معاه كيبغيها بزاف وما باغي حتى شي حاجه تاديها. قال لموريو بلي غادي يكمل داكشي اللي بدا ودار معاه غدا يتلاقاو في واحد البلاصه يشرح ليه الخطه اللي غيسرق بها الطوموبيلات ديال كليم.
نهار الاخر نشوفو واقف مع اول فريق اللي غادي يعاونو في السرقه. سولو موري شنو الخطه؟ قال لي سهله، اول حاجه غادي نسرقو تراكس من واحد الموقع ديال البناء، موراها غنسرقو طوموبيلات ديال البوليس وادوات ديال الاقتحام. فاش غيديروا هادشي يقصدوا الدار ديال كليمب الاساس بوليس، ومع غيوصلوا ليها غتصل بوحده معاهم الاساس مخبره من البوليس تقول لي راه يقتحموا الدار. ديك الساعه هو غادي يعلق وهما غيسرقوا الطوموبيلات، ومازال كاع ما ساروش الشرح ديال الخطه، ما عرفوا كليمب من خرج ليهم. دور هو الرجال ديالو، وغيكون نهار شاف ولد عمو مع صحابنا اللي قالوا لي سائقين جداد، عرف موريو تيخطط لشي حاجه، ولكن شنو هي هاد الحاجه ما عرفش. قال موريو بلي واخا يعيط طريب قديمه سابقه بخطوه وخلاه تما وتحرك. موريو استفزاتو هاد الهضره، قرر غدا ينفذ الخطه ديال السرقه، واكثر من هادشي حتى هو غيشارك فيها. من بعد هادشي تحركوا في حالهم، وفي الليل واندرو خو كيشربوا قهوه مع لورنتو تيهضروا على السرقه، وقفوا عليهم الانتربول عاوتاني، وغيكونوا جاو عندهم حيت عرفوا لورنتو ولد عم موريو، وهادشي خلاهم يشكوا فيهم اكثر. اندرو من بعد مده ديال التفكير عرف بلي الحل الواحد باش يتهناو منهم هو يديروا براسهم ما كانوش عارفين ولد عم موريو. والانتربول محركين في حالهم، نقص اندرو على لورنت بدا كيدخل ليه وكيقول ليه علاش ما قالش لهم من الاول راه ولد عم موريو، وهي شابكه جاو الانتربول فكوهم وغيبان صدق البلان. جا النهار ديال السرقه، قبل ما يتحرك لورنت مع ولد عمو للبلاصه ديال اللقاء داز يشوف ستيفاني، تما بدات كتستفزو خلاته يهجم عليها، وفي الوقيتة اللي كان مطيحها طيرات ليه البطاقه اللي كتحل الباب بلا ما يحس. تحرك موريو ولد عمو للبلاصه اللي غيتلاقاو فيها، تما غيكتشفوا بلي ما كاين حتى واحد، وما كيتسنى وصلوا دوك جوج ضباط وغنعرفوا بلي اندرو اللي صيفطهم. وفي الوقيتة اللي غيكون الانتربول كيعتقلوا موريو غيكون هو شارج التيم ديالو في بيس وقصدوا الدار ديالو يسرقوها في عوض الدار ديال كليم. في نص الطريق اتصلت ديفن بكليم قالت لي شي حاجه، وفي البلاصه ركبوا الرجال ديالو في الطوموبيلات وتحركوا. نمشيو عند ستيفاني، حلات الباب بالبطاقه اللي سرقات لورنت، بهذه الطريقه خرجت من الغرفه اللي محبوسه فيها، ومع الدار كانت عامره بالحراس، خاصها شي حاجه تلاهيهم بها باش تخرج. دازت الغرفه ديال موريو خدمات الانذار في الكوزينه، ومع قصدوها الحراس هزات سلاح باش تكلي على راسها وعلقات من الشرجم. لصق المبطبط المتفجرات في الباب ديال دار موريو، ولكن ملي بغى يفجر وما خدمش ليه الريموت. وهما كيفكروا في شي حل لهاد الوحله، حلات ستيفاني الباب. صحابنا شافوها بغاو يطيروا بالفرحه، وهما كيوجدوا باش يدخلوا. في الجهه الاخرى في الموريو واحد من الضباط جا فيه بكود، المساعد ديالو تيرا في الثاني وركبوا في الطوموبيلات وعفات. دخلوا صحابنا للدار ديال موريو، والحراس ديالو كيحاولوا يوقفوا جهاز الانذار اللي خدمات ستيفاني. فجروا هما الباب ديال الكراج، دخلوا ليه، ركب كل واحد في الطوموبيل وعفات. وهما خارجين من تما اتصل واحد من دوك الضباط باندرو قال يزرب حيت موريو راجع للدار، وغنعرفوا بلي دوك الضباط معاه في التيم، ومن الاول داروا معاه ديك التمثيليه باش يتلفوا موريو. لصق المبطبط متفجرات في الباب ديال الدار، ومع خرجوا من تما فجروا باش ما يقدروش الحراس يتبعوهم. وموريو راجع للدار ضرب على الدخان خارج منها، عرف اللي عطى الله عطاه ديك الساعه تبع الطريق الوحيده اللي كتخرج من تما. واخا كانوا بعدو بزاف، من بعد مده قصيره لحق عليهم، ضرب عليه اندرو عطفو اخوه باش يدلعوه، وخلاو صحابهم هربوا الطوموبيلات الاخرين. بقاو هما علاقين، موريو والمساعد ديال لورنت تابعينهم. واحد اللحظه دخل اندرو في موريو جابو مع الحجر، ولكن لورنت ما كانش ناوي يتزاقل معاهم، وهو تابعهم ضرب اندرو على واحد الكاميو طالع. ديك الساعه قلب الروايد لانتيردي، لورنت تبعو، تم اخوه هو الكاميو، لورنت جابه مع عبار، وكتسمع ديك بوم، تفرقعات به الطوموبيل وغيبان بلي محال يزيدها. في نفس الوقت غيكون موريو ديمار الطوموبيل وبدا تابعهم عاوتاني، حتى قرب يلحق عليهم وهما يدوزوا من واحد الجسر وفجروهم وراهم. وصل موريو للجسر لقاه تهدم، هكا قدروا يفلتوا ليه، ولكن حتى هو كون نيمه وما غاديش يتزاقل معاهم بهذه السهوله. دور لوين التليفون لشي وحدين في المدينه سولهم عليهم، وبطبيعه الحال هذا البلان غيثير الانتباه، حيت ماشي كل نهار كيدوز من قدام الجروب ديال الطوموبيلات، وكل طوموبيل فيهم القليله يساوي واحد 30 مليون. سول داك الساط شي وحدين قالوا لي قاصدين المرسى، ديك الساعه تبعهم هو موريو. وصل التيم ديالهم الطوموبيلات الاولين شارجاهم في الباطو، وهما تابعينهم غنشوفوا موريو موراهم. مع ضرب عليه اندرو تواصل مع ديفن قال له توجد الخطه باء، موراه حبسوا خط الطوموبيلات ونزلوا منهم. موريو في هذه اللحظه كان حاقد عليهم وباغي يصفي عليهم باي طريقه، وهو عاطي الطوموبيل اللي في قلبه وقاصدهم يدخل فيهم. خرجت فيه ديفن بالطوبيس وكتسمع ديك بوم، تفرقعات بهم الطوموبيل، وانا لله ودي الدحمد. من بعد ما تهناو من موريو شارجاو وخو دوك جوج طوموبيلات اللي بقاو في الباطو، تما تلاقاو صحابهم اللي كانوا داروا براسهم ضباط في الانتربول بالاضافه لكليم، وغنعرفوا بلي كليم صاحب اندرو من شحال هادي، ومن الاول هو معاهم في الخطه. بهادشي نجحت السرقه ديالهم ورزاو موريو في كاع الطوموبيلات من بعد ما صفوها ليه. من بعد اشهر غنشوفهم عايشين في باري، وغيكون اندرو تزوج بستيفاني وخو تزوج بديفن. عفريت ديتي الزين ما عليكش. وحتى لهنا غنكون وصلنا لنهايه القصه. الى عجبتكم ما تنساوش لايك كومنت سبسكرايب وبارطاجيو مع اصحابكم. هادي انستغرام ديالي، كان معكم يوسف، تلاقاو في فيديو الجاي. بيس.